النهاردة هستعرض موديل جديد من طقم الصيني، 68 قطعة، طقم البنجلاديشي. هنا شكل الكرتونة، انا كنت صورت لكم لون الفضي، النهاردة صورت لكم اللون الذهبي، هستعرضه علشان تشوفوه. ده شكل موديل الطقم عامة، وقلنا الموديلات بتاعته والاعداد بتبقى على الجنب، يعني هو منه 6 موديلات. دي الاطباق بتاعت الست موديلات، تختاري الموديل اللي انت عايزاه. هنا لو شفنا التكوين بتاعه، الفناجين قهوة ستات، فناجين الشاي ستات، اطباق الرز ستات، اطباق كل حاجة ستات فيه، وسيرفيس اتنين ملاحة، واحدة طفاية، براد، حلة شوربة، في كل حاجة. هنبدأ هنا نفتح الكرتونة ونشوف. الكرتونة طبعا بتبقى 2 دور، الدور الاولاني انا طلعته هنا اهون، عبارة عن فناجين القهوة وفناجين الشاي. الدور اللي تحت زي ما احنا شايفين كده اهون، بيبقى عبارة عن البراد وحلة الشوربة والسيرفيس واطباق الفطيرة واطباق الجاتو واطباق الشاي، فناجين الشاي والسلطانيات والمطابق. طقم جميل جدا، هنبدأ نطلع منه اجزاء برضو ونشوفه عمليا. بسم الله. هنا البراد، شكل البراد زي ما احنا شايفينه كده، انا حاولت ان انا اطلعه عشان اصوره عمليا قصادكم. الموديل ده باللون الذهبي، انا صورت قبل كده اللي باللون الفضي. هنا صورة البراد اهون، طقمه في منتهى الشياكة وسعره مرتاح جدا. قلنا عدد القطع بتاعته 68 قطعة. شوف شكل البراد، يعني طقم زي ده في ناس كتير حاليا عايزة طقم صيني يكون سعره مرتاح، اجوز به البنت والكلام ده، او طقم للمطبخ يكون برضو كامل. فاحنا حبينا نجيب طقم يمشي مطبخ، يمشي نيش، يمشي كل حاجة، وسعره مش كتير، يعني ما يكون حاجة سعرها بسيط جدا، مرتاح للكل. وبرضو انا بصور البراد جزء جزء، اتمنى يكون التصوير موضح الشكل بتاعه كده. احنا صورنا البراد على ما اعتقد من جميع الجهات. نشوف حاجة تانية برضو معنا، السيرفيس. معنا عدد 2 سيرفيس في الطقم، زي ما احنا شايفين كده شكل السيرفيس ده، سيرفيس الصغير وفوقه السيرفيس كبير. الكنار بتاعه والرسمة بتاعته، نرجع سيرفيس تاني. معانا برضو هنا اطباق جاتو 6 قطع. لو احنا خدنا بالنا هنا الكنار بتاعه هنلاقي فيه هنا شغل، شغل هنا ايدنا بتحف فيه، حتى شغل باللون الابيض مع الكنار هنا الذهبي واللون الاوف وايت، من اللي هو البيج الاوف وايت ده، يعني الطقم ده في منتهى الشياكة. ومن حق نسيت اقول لكم تشوفوا الختم زي ما احنا متعودين. هنا مختوم هو البنجلاديشي، الختم بتاعه صنع في بنجلاديش. تمام، احنا قلنا ده 6 قطع، نرجعه تاني زي ما كان. نشوف برضو حاجة تانية، حلة الشوربة، تعتبر سيدة الطقم حلة الشوربة، وسيد الطقم هو البراد. ده موديل حلة الشوربة، حطه هنا جنب البراد. طبعا انا ما بشيلش الغطاء، بسيبه بتغلفه للحفاظ على الطقم، ما بحبش افك الحاجه من بعضيها. ده شكل حله الشوربه معانا اهون. تمام، الايد شكلها من الجنب اهو. انا اثناء التصوير جاي لي كلام اهو ان انا افك لكم حله الشوربه عشان تشوفوا شكل الغطاء وهو عليها، عشان تزيد جمالها، علشان برضو خاطركم انا هفك لكم الغطاء وتشوفوا الغطاء عليها يبقى شكله ايه. حتى اشوفوا هنا الكنار بتاع الطقم
هنا زي ما احنا قايلين احنا الجزء الابيض ده ايدينا هنا بتحكي فيه اهو. شغله جميل جدا في منتهى الرقه. نشوف الغطا. بسم الله. ده شكل الحله من جوه اهو والغطا. ايه رايكم بقى؟ الطقم ده سعره مرتاح جدا 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 زي ما انا بقول، متاح للجميع ان الكل يجيبه، سواء مطبخ سواء نيش. عدده 68 قطعة. طقم بنجلاديشي. ده شكل الحلة زي ما احنا شايفين، تمام. وده شكل البراد. يبقى البراد جنب الحلة اهما، الاتنين اشيك من بعض. اللون بتاعه خطير. نشوف برضو كده شكل فنجان. حاول اطلع فنجان برضو. ده فنجان القهوة. شكل فنجان القهوة معانا اهون، تمام. في الكنار بتاع الرسمة بتاعته على ما اعتقد واضح جدا في التصوير. ده فنجان القهوة. بيبقى ستات في ست فنجان قهوة مع ستة طبق، تمام. وعندنا برضو اتنين ملاحة. الملاحة الختم بتاعنا مختوم حتى في واجهة الملاحة، عشان لما نرصها جنب الحاجة كده جنب الطقم في النيش بيدي حتى كده منظر شكل جميل جدا. الختم ما بيكون في الواجهة. شكل الملاحة اهو. عدد اتنين ملاحة في الطقم. معانا في الطقم برضو طفاية. بسم الله. معانا الطفاية دي في الطقم برضو اهي. عددها واحد في الطقم، تمام. طقم اخر شياكة. مفيش كلمة بعده. نرجع الطفاية زي ما كانت. برضو عايزة هنا برضو معانا معلقة محلة الشوربة. عددها واحد في الطقم. معانا برضو هنا اللبانية. شكل اللبانية اهي. اوكي. نرجعها برضو كده في الطقم تاني. وبرضو هستعرض معاكم. هنطلع فنجان للشاي عشان محدش يفتكر ان مفيش فناجين شاي ولا حاجة. لا، في فناجين شاي. عددها ستة في الطقم برضو، تمام. ده فنجان الشاي اهون. ده نظف اهو الكنار بتاع الفنجان. نرجعه تاني. ومعانا برضو لبانية. قلنا اللبانية. معانا السكرية برضو في الطقم. نستعرض برضو هنا. لسه معانا برضو بقية المكونات. هنا سلطانيات. سلطانيات عددها برضو ستة، تمام. هنا معانا الهولة كبيرة ومع عددها واحد. معانا ست اطباق للرز عددهم ستة. معانا ست اطباق فطيرة. ومعانا ست اطباق جاتوه. معانا ست اطباق للقهوة. وست اطباق برضو الفنجان الشاي. يعني الطقم كامل من كل شيء. واتمنى يكون التصوير نوعا ما وضح لكم كده شكل المنتج. يعني بقدر الامكان بحاول ان انا اصوره بحيث يوضح قدامكم. ده سلطانية اهي. دي عددها واحد في الطقم. شكلها معانا اهو. تمام. وده طبق الرز اهو. عدده ستة في الطقم. الطبق اهو الغويط بتاع الرز. الشكل اهو. عدد ستة في الطقم. معانا الطبق ده برضو ستة في الطقم. يعني طقم مش ناقصه حاجة. طقم كامل زي ما بيقولوا. دي ست بولات شوربة او خضار حسب ما انتوا تحبوا تسموها. يعني عدد ست بولات اللي احنا شايفينها دي. معانا في الطقم ست قطع اهو.
ودي طبق الفنجان الشاي برضو اهو 6 قطع معانا بيبقى في الطقم، يعني طقم مفيش كلمة بعده. وطبعا ده من تصوير ام كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.